وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر يعني في نوره. الله قال إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا في القرآن الكريم، القرآن وصف القمر، الآن هذا يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، القرآن وصف القمر قال وقمرا منيرا، والقرآن وصف الشمس قال سراجا وهاجا. عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل شيء من أخذ الوصف الجميل من القمر، فأخذ المنير وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشمس ما أخذ الوهاج، الوهاج لأن فيه حرارة، أخذ السراج، أخذ من الشمس السراج وأخذ من القمر المنير، وقال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني مثل الشمس والقمر. عجيب، يعني أجمل من الشمس وأجمل من القمر، أنور وأبهى. صلى الله تعالى عليه وسلم، القرآن دقيق في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام. العلماء وصفوا النبي أنه أجمل من سيدنا يوسف، وقالوا إذا كان يوسف قد أوتي شطر الحسن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله، ولكن حسن النبي وجماله، بالأمس كان في المولد يشيدون يا جمال النبي، جمال النبي ليس مثل جمال سيدنا يوسف، جمال النبي أكمل. لماذا؟ لأن جمال سيدنا يوسف جمال، وجمال النبي صلى الله عليه وسلم جمال مغطى بجلال، ولولا الجلال الذي وضعه الله على جمال النبي لتجرأ الناس عليه. إذا كانت نسوة يوسف قطعنا أيديهن، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولأنه خاتم النبيين، خاتم الأنبياء والمرسلين، الله طوى جمال النبي بجلال. قال واصفه كما جاء في الحديث الصحيح، من رآه بديهة هابه، هابه ما يجرؤ يتقدم، جماله مغطى بهيبة، حتى ذكره مغطى بهيبة، حتى اسمه عليه من الجلال، رغم أنه اسم جميل، هو داخل الحمد داخل في الجمال، لكن حتى اسمه صلى الله عليه وسلم كساه الله بالجلال. وإلى يومنا هذا لولا الجلال الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمن استطاع أن يزوره هكذا، يدخل من باب السلام ويخرج من باب البقيع، ما كان استطاع أحد، لكان أخذ قلوب المؤمنين، لكن الله كسى جمال نبيه بهذا الجلال حفظا للشريعة وحفظا لهيبة النبي عليه الصلاة والسلام.